ملتقى شارع عبد الرحيم بوعبيد وشارع النخيل برباط، حيث تجري عملية تمرير خطوط الضغط المرتفع تحت الأرض لتعوض الخطوط الهوائية. عملية تهم ثلاثة شوارع كبرى على مسافة 8 كيلومترات، وستمكن من تحسين جودة توزيع الكهرباء بالعاصمة. هذا المشروع يخص تمر 4 خطوط كهربائية ذات الجهد العالي بفئة 60 ألف فولت، ابتداء من مركز التحويل بمدينة بأقدال على مسافة 8 كيلومترات تقريبا 6 كيلومترات غتكون على مستوى شارع عبد الرحيم بوعبيد، 850 متر غتكون على شارع ابن رشد، و 650 متر تقريبا على مستوى شارع ماء العينين. هذا المشروع تكلفة دياله تقريبا 130 مليون درهم. نسبة تطور الأشغال التي انطلقت في يونيو الماضي بلغت حتى الآن 70%، ويرتقب أن تنتهي هذه العملية خلال شهر يونيو من العام الحالي. ولهذا المشروع عدة مميزات. أهم المميزات ديال هذا المشروع أنه غادي يحاول تحرير ديال واحد الممر ديال شارع عبد الرحيم بوعبيد اللي غادي يحرر لنا 41 متر في العرض ديالها، واللي غادي يمكننا ان المدينه كتستافد منه بخلق مساحات خضراء وايجاد مواقف للسيارات، وكذلك تحسين تزويد وتوزيع الكهرباء فيما يخص المدينه. هذا المشروع ثمره شراكه بين الجماعه الحضريه والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والوكاله الوطنيه للمحافظه العقاريه وصندوق الايداع والتدبير. مشروع يعد جزءا من برنامج التهيئة الحضرية الرباط مدينة الأنوار عاصمة المغرب الثقافية، برنامج سيمكن عاصمة المملكة المصنفة ضمن قائمة التراث العالمي للإنسانية من تعزيز موقعها الريادي والانخراط في دينامية التنمية الشاملة.